لإبراهيم كاسي من باكستان. وفي هذه الأثناء يصل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى هذا المجلس العلمي المبارك ليترأس حفظه الله الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية المنيفة الذي يتحلق حوله جمع من أهل الذكر والعلم الذين توافدوا على القصر الملكي بالدار البيضاء. ويلقي الدرس في حضرة أمير المؤمنين الأستاذ عبد الرحمن زيد الكيلاني عميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، متناولا بالدرس وتحليل موضوع مقاصد القرآن الكريم وبناء المشاركات الإنسانية الجامعة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. موضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد مقاصد القرآن الكريم وبناء المشتركات الإنسانية الجامعة، انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الآية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مولاي أمير المؤمنين حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظكم الله ورعاكم وجعلكم في عينه التي لا تنام، وفي كنفه الذي لا يرام، وفي عزه الذي لا يضام. السلام عليكم آل البيت ورحمة الله وبركاته، ثم السلام على من حضر مجلسكم العامر الكريم. إن من يمن الله تعالى وتوفيقه أن ينعقد هذا المجلس العلمي المشهود للحديث عن مقاصد القرآن الكريم ومعانيه في شهر رمضان المبارك الذي اقترن ذكره بنزول القرآن الكريم، كما اقترن ذكره بالكشف عن مقاصد القرآن الكريم. وقد نبهت آيات الصيام إلى هذا الاقتران بين رمضان والقرآن ومقاصد القرآن في قوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولا ريب أن العناية بمقاصد القرآن الكريم تعييناً وإدراكاً وتوضيحاً وبياناً هو أمر ضروري لفهم جوهر الإسلام وبيان حقائقه وإظهار محاسنه وتبليغ دعوته للعالمين. ولا نعد الحقيقة إذا قلنا إن مقاصد القرآن الكريم هي المدخل السليم للتعريف بالدين الإسلامي تعريفاً صحيحاً لا يشوبه التشويه، وبيانه بياناً سليماً لا يعتريه الخلل، وتوضيحه توضيحاً كاملاً لا يرد عليه النقص أو الزلل. وإن الناظر في آيات الكتاب الكريم يجد أن من المقاصد القرآنية العظيمة التي اعتنى بها القرآن ووجه إليها وحض عليها تحقيق التواصل والتعاون بين شعوب الأرض وأممها، وبناء المشتركات الإنسانية الجامعة التي هي جسر التعاون الإنساني. وهذا ما نبه إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تمكننا هذه الآية 13 من سورة الحجرات من إبداء التعليقات الآتية: أولاً، أن مضمونها دستور للأخوة بين الناس بما لا يتعارض مع ثوابتنا الدينية وقيمنا الأصيلة. ثانياً، أن هذا الدستور فيه هداية إلى أسلوب تحقيق هذه الأخوة وهو التعارف، لأن الجهل مبعث النكران والتحقير وسوء الظن وما ينجم عن كل هذا من الشقاق والتناحر. ثالثاً، أن المفهوم من التعارف هو الاعتراف بالوجود ثم بالفضل للآخر. رابعاً، أن القيمة الأخلاقية التي يمكن أن تتهيأ بها نفوس الناس لهذا التعارف والاعتراف الإقرار بألا تفاضل بين الناس ولا تمايز إلا على أساس التقوى التي هي نفع النفس ونفع الغير أساساً للتعامل بين الجماعات والشعوب والأمم. خامساً، أن هذا المضمون لم يكن له مثيل سابق في تراث الإنسانية الديني والفلسفي. سادساً، أن هذا المثال هو مسعى الإنسانية كافة إلى عصرنا هذا من خلال وضع عدد من المنظومات المتصلة بحقوق الإنسان. سابعاً، يمكن لمطلق الناس أن ينخرطوا في مبدأ الأخوة الإنسانية وأن يتخذوا القيم الأخلاقية المتعارف عليها مرجعاً للتفاضل، ولكن المؤمنين ينسبون أخوتهم إلى الخالق، ومرجعهم في تقدير جهودهم في التقوى هو الله العليم الخبير. وقد قدم القرآن الكريم نظرة حضارية غير مسبوقة تؤسس لتفاهم المجتمعات الإنسانية وتصالحها وتعاونها على الخير، عندما رفض أشكال التصنيف العنصري بناء على اللون أو العرق أو الدم، ودعا إلى أن يكون التنوع سبباً في تعاون الإنسانية. فالاختلاف وفق المنهج القرآني ووفق المقصد القرآني هو حافز للتكامل لا للتقاتل، ودافع للتعاون لا للتشاحن، وباعث على التفاهم لا على التصادم. وهذه النظرة القرآنية تدعو الإنسان في كل وقت إلى تجاوز منطق الخصومة والصدام، وتغري بالتلاقي واحترام مساحات التشابه بين الأمم والشعوب على مستوى الفكر والإبداع، للوقوف على أرض صلبة ورؤى متجانسة يحكمها ذلكم التقارب. والقرآن الكريم بهذا التأسيس يؤهل الأمة الإسلامية لتكون مؤدية لمهمتها الإنسانية، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع الشعوب والأمم، ومدركة للمساحات الواسعة التي يمكن أن تشكل ميادين مشتركة يتعاون عليها الجميع. ولقد غذى القرآن الكريم هذا الاتجاه الإيجابي في العلاقة بين الشعوب والأمم من خلال الخطابات الموجهة للناس كافة، كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقوله سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى غيرها من الخطابات القرآنية التي تظهر فيها النظرة الحانية إلى بني آدم أجمعين على امتداد وجودهم في هذه الحياة، وتؤكد على وحدة الجنس الإنساني ووحدة أصله وأساسه، وأنهم أبناء أسرة واحدة ينبغي أن يكون بينهم من الود والبر والاحترام ما يكون بين أفراد كل أسرة تشترك في وحدة الدم والأصل. وهذا ما يمكن أن نعبر عنه بالدعوة إلى التراحم الإنساني الذي يتسع لسائر الشعوب والأمم الإنسانية. وما أحوج العالم اليوم إلى تفعيل هذا الخطاب القرآني في الحياة،
ليكون مدخلاً للتعارف بين الشعوب والأمم والحضارات، وبوابةً لنشر قيم الصفح والتسامح بدلاً من الاحتراب، لا سيما في ظل خطابات الكراهية التي باتت تشحن كثيراً من المجتمعات الإنسانية وللأسف. وهذا الخطاب الإنساني الجامع هو ما أكده الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقوله: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا ونجد هذا التوجيه، أثر هذا التوجيه القرآني في فكر الفيلسوف المسلم الفارابي، إذ يرى أن سعادة الإنسان إنما تكون بالاجتماع في مدينة فاضلة، وكلما زاد عدد المجتمعين زاد حصول السعادة. شريطة تعاون أفراد هذا الاجتماع على عمل الخير، وإن أكمل اجتماع إنساني هو ذاك الذي يجمع كل أمم الأرض. وتعد فكرة الفارابي متقدمة على فكرة أفلاطون وفلاسفة اليونان المتأثرين بكتاب المدينة الفاضلة، ذلك أنهم قصروا فكرة المدينة الفاضلة على الأمة اليونانية، بينما ارتقى الفارابي بها لتكون رابطة للأمم كلها. ومرد ذلك إلى تأثر الفارابي بالفكر الإسلامي الإنساني الذي جاء ليكون للناس كافة، مصداقاً لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مولاي أمير المؤمنين، وإذا نظرنا في العطاء العلمي الذي قدمه علماء الأمة جزاهم الله خير الجزاء، نجد الإشارات الواضحة إلى أثر المقاصد القرآنية في بناء المشتركات الإنسانية الواحدة. ومن ذلك ما ذكره العلماء في المقاصد الضرورية الخمسة: الدين والنفس والنسل والعقل والمال. وقالوا: وإنها مما اتفقت عليه الملل والشرائع. وقد أكد هذا المعنى العلامة القرافي المالكي بقوله: الكليات الخمس حفظ الدماء والأعراض والأنساب والعقول والأموال، وأنواع الإحسان كإطعام الجوعان وكسوة العريان، وغير ذلك مما لم تختلف فيه الشرائع. لقد نبهت آيات الكتاب الكريم إلى البعد الإنساني المشترك في هذه الكليات، ففي جريمة القتل العمد بيّن القرآن أن الاعتداء على نفس واحدة يعد جريمة في حق الإنسانية كلها، وذلك في قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. وفي هذا إيماء إلى وجوب التكافل الإنساني للعمل على استئصال شأفة هذه الجريمة النكراء، لأنها تعتبر تهديداً خطيراً لوجود الإنسان، وتحدياً لمشاعره، وتقويضاً لأمنه واستقراره بقطع النظر عن لونه وجنسه. وهذه المقاصد القرآنية الكبرى بكل كلية من كلياتها الجامعة تصلح اليوم لاستيعاب ما لا يحصى من الوسائل والأساليب المعاصرة التي يمكن تفعيلها لبناء المشتركات الإنسانية الجامعة، كالتعاون الإنساني على محاربة الفقر والجوع والبطالة، وعلى التصدي للأمراض التي تتهدد حياة الإنسان ولا تمايز بين شعب وآخر وأمة وأخرى، والتعاون على التخفيف من المآسي التي تنجم عن المجاعات ونقص المياه والنكبات والفيضانات والزلازل والحروب التي تصيب الدول والشعوب، والتعاون للحفاظ على البيئة ومكافحة أسباب التلوث بمختلف أشكاله وأنواعه، ووضع الخطط المشتركة والالتزام بالمواثيق الدولية التي تحارب التلوث وتدعو إلى بيئة عالمية نظيفة.
فهذه المجالات جميعها هي مما يقصد القرآن الكريم التعاون عليها عن طريق إيجاد المساحات المشتركة التي يمكن أن تتسع لجميع شعوب الأرض وأممها ومجتمعاتها. مولاي أمير المؤمنين، فضلاً عن هذه المجالات الحيوية التي يحض القرآن الكريم على التعاون الإنساني في ترسيخها وتحقيقها، فإننا نجد مجالاً آخر قد اعتنى به القرآن الكريم عناية فائقة، ألا وهو بناء القيم الإنسانية المشتركة، إذ بيّن الله تعالى في كتابه الكريم أن تزكية الأمة وتحليتها بالفضائل والقيم الكريمة هي من أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في كثير من آي الكتاب الكريم، كقوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه الآية وغيرها كثير تؤكد على مركزية الأخلاق في الشريعة الإسلامية وعلى مكانتها المحورية في الاعتبار المقاصدي، حتى إنها عدت غاية البعثة الكبرى، وأكد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبالرغم من الفروق الجوهرية بين النظرية الأخلاقية في القرآن الكريم وبين النظرية الأخلاقية في الفلسفات المادية والمذاهب الوضعية، فإن ثمة مساحة واسعة للاشتراك والالتقاء الإنساني في العديد من القيم والفضائل، ذلك أن الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها هي مصدر أساس من مصادر تكوين الأخلاق وتشكيلها واعتبارها. ومهما اختلف الناس أفراداً أو أمماً في تقييم بعض الأفعال، فإن هناك فضائل وأخلاقاً يشتركون جميعاً في حبها وتقديرها، كالصدق والأمانة والوفاء والعدل. ومهما اختلفوا في عقائدهم وفلسفاتهم، فإن هناك رذائل وأخلاقاً سيئة يشترك الناس جميعاً في بغضها وقبحها، كالظلم والعدوان والكبر والكذب والخيانة والأثرة والغدر. والملاحظ أن جميع الأخلاق الفطرية هي أخلاق قرآنية، كما أن جميع الأخلاق القرآنية هي أخلاق فطرية، لأنه لا توجد قيمة خلقية قرآنية إلا والفطرة تنزع إليها وتتوافق معها وتحض عليها، وهذا ما يجعل القيم الأخلاقية أساساً قوياً لبناء الأرضيات المشتركة الجامعة بين الناس باعتبارها قيماً فطرية إنسانية. ونجد تجليات هذا الوعي والفهم لأهمية هذه الأصول الأخلاقية في إيجاد القواسم والقواعد المشتركة بين الناس في المرافعة الناجحة التي قدمها الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمام النجاشي ملك الحبشة، إذ كان بيانه وخطابه مرتكزاً على إبراز القيم الأخلاقية المشتركة التي يلتقي عليها كل أصحاب الفطر السوية وتقرها الشرائع السماوية كافة. فقال رضي الله عنه: كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. ونجد كيف نجح هذا الخطاب الذكي الحكيم الذي قدمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كيف نجح في الوصول إلى عقل النجاشي وقلبه وفي تشكيل قناعته بصدق الرسالة وعظمتها، لأن الداعية الذي تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان ناجحاً في أسلوبه وخطابه وفي انتقاء مضامين بيانه، وعرف كيف يبرز المعاني الجامعة التي يتوافق عليها أصحاب الفطر السليمة، وأن يركز على المحاور والقضايا المشتركة والقيم الإنسانية التي لا يختلف على حسنها أحد. وكان من ثمرات هذا النجاح ونتائجه أن أيد النجاشي نفسه الدعوة الجديدة وأتباعها، لأنه آمن بأن دفاعه عنها هو دفاع عن ذات القيم والأخلاق التي جاء بها المسيح عليه السلام، ودفاع عن كل الرسل والرسالات، وعبر عن ذلك بقوله: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. مولاي أمير المؤمنين، لقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلف الفضول بالرغم من وقوعه في الجاهلية، لأنه كان تجمعاً أخلاقياً وميثاقاً إنسانياً تنادت فيه المشاعر الإنسانية الكريمة لنصرة المظلوم والدفاع عن الحق والأخذ على يد الظالم، وهي قيم تتطابق مع جوهر دعوة الإسلام ورسالته. وهذا يدعو المسلمين اليوم إلى إنشاء هذه التحالفات والتكتلات والانخراط فيها، كالتعاون على محاربة الفقر والأمية والجريمة، وعلى الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، وعلى الحفاظ على السلم والأمن العالمي، والتعاون على كفالة حق الشعوب في الحياة الكريمة، والتعاون على نصرة المظلوم ومحاسبة الظالم، لأن الانتصار للقيم الأخلاقية هو انتصار للإسلام نفسه، وهو تحقيق لمقاصد القرآن، وتعزيز لأهداف الدعوة وغايات الرسالة، وتجديد لمعاني التزكية التي أرسل من أجلها الرسل وأنزلت من أجلها الكتب. مولاي أمير المؤمنين، يكشف القرآن الكريم عن مقصد آخر يدعو إليه ويحض عليه، وهو مقصد عمارة الأرض. وقد تتابعت آيات القرآن الكريم على تقرير هذا المقصد وتأكيده، كما في قوله سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فهذه الآيات الكريمة ظاهرة في دلالتها على الدعوة إلى عمارة الأرض وإصلاحها، والنهي عن تخريبها وإفسادها. فعمارة الأرض مقصد أصل الخلق والتكوين، ومقصد أصل الأمر والتشريع. وهذا ما عبر عنه الشيخ العلامة علال الفاسي بقوله: المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، وصلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، ومن صلاح في العقل وفي العمل، وإصلاح في الأرض، واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع. فهذه الدعوة إلى إعمار الأرض ترتقي إلى درجة التكليف الملزم، وتنطوي على الدعوة إلى التأسيس للعديد من المشتركات الإنسانية التي يمكن أن يتعاون عليها الناس، كالتعاون في المجال الزراعي والصناعي والتجاري والصحي والبيئي والعلمي وغيرها من مجالات الحياة التي تتحقق بها منافع الناس. وقد أومأت آيات القرآن إلى أن عمارة الأرض لا تتحقق إلا بقدر من التعايش والتساكن بين الناس، وهذا ما نجده في دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ففي دعائه بهوي الأفئدة إلى حيث يسكن زوجه وابنه إشارة إلى الرغبة في الألفة والحضور الإنساني للمساعدة في تكوين المجتمع الناشئ، وعلى التعاون في تعمير المدينة الجديدة لتكون عاصمة التوحيد في العالم. كما أن في طلب الرزق من الثمرات
تنبيهاً إلى أسباب البقاء المادي من ثمر وغرس ومادة كافية، وهذه في حقيقتها من دعائم العمران الألفة الجامعة والوفرة الكافية. وفي الختام، فإن امتثال الأمة هدي القرآن الكريم وتوجيهاته ووعيها بمقاصده وهداياته يوجب عليها اليوم أفراداً وقادةً وحكماء العمل على بناء المشتركات الإنسانية الجامعة وإقامة جسور التواصل الإنساني وتعزيز التعاون بين الشعوب. وكلما كانت الأمة أقدر على تحقيق التعاون الإنساني والتكافل على معاني الخير والبر كانت أقرب إلى مقاصد القرآن وغاياته. حفظكم الله مولاي أمير المؤمنين، وأمدكم بعون من عنده، وبارك في عمركم وأعمالكم، وجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. والختم من مولانا أمير المؤمنين: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية ألقاه بين يدي جلالة الملك الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني، عميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، في موضوع مقاصد القرآن الكريم وبناء المشتركات الإنسانية الجامعة. وفي ختام الدرس يتقدم للسلام على أمير المؤمنين السيد محمد كوني وزير الشؤون الدينية والعبادة والأعراف بجمهورية مالي. غنيان عن سيدي الأستاذ قطب صانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة. يليه الأستاذ قطب صانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بغينيا. الأستاذة عزيزة يحيى محمد توفيق الهبري أستاذة القانون في الجامعة ريتشموند سابقا بأمريكا. والأستاذ مظهر محمد الحموي عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان. الأستاذ أبو بكر دوكوري رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لبوركينا فاسو. والأستاذ أوسيني إسماعيل أوسا رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالغابون. الشيخ مامادو أبو دوباتشي رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالطوغو. الأستاذ مامادو أوري بالدي أمين عام الرابطة الوطنية التيجانية في غينيا بيساو، ورئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بغينيا بيساو. والأستاذ علمي عبد الله عطر رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجيبوتي. والشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا. والأستاذ إبراهيم مقري عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بنيجيريا. إلى هنا نودعكم وإلى اللقاء.